احنا طبعا انا البيت اللي هسه اذا مصور بيض هدم قبل شهرين، بيتي بيت غيث ابني الصغير، وبقى في ما بعد شهرين بلغنا بهدم بيت ابني الثاني عمر، عمره 20 سنة عريس في عمارة بحدنا ثاني. فاضطريت اخلي، كنت في منطقة من شهر 12 واحنا متنكل من بيت لبيت من منطقة لمنطقة، رحنا على بيت عمر بعد شهر يعني بعد شهرين، تفاجأنا بعد اخرى شهر ولا او شهرين بدهم يهدوا دار عمر. أخلينا أخرى مرة بيت عمر وفي المسجد في بيوت قرايب، إن أغراضنا أثاثنا، ودار ابن عمر مخلى من 4 أشهر وأثاثه بالجامع وأثاثي بالجامع، أثاثي عند جيراننا عند أولادي، بعض الأثاث يعني أبواب خشب غسالة ثلاجة حاط بيت المهدي وما بضلش محل، أنا مشتتين أنا أولادي، اللي زوجتي من المنتصر بالله الله يهون عليها، أولادي الثلاث بالسجن، عندي أطفال صغار 15 14 سنة 15 ونص، مشتتين كل واحد في منطقه بنام، انا ما فيش مأوى لي، لا بدي اروح عند حدا ولا ايش، ما فيش مأوى لي، بستنى تستاجر بيت معيش، وقفت لزوجتي محامي ولابني 250 الف شيكل، هذا لابو لعمر ولامه غيث هذاك احتسبنا عند الله، هم متهمين انه عامل، بس اولادي مظلوم، ابني مظلوم، منتصر غيث عمر من المنتصر، فبكل بكلهم يعني كاهن ليش تفوت على، ليش تخربوا بالبيت بعد ما اجلونا بسرعه سريع وفاتوا على بيت عمر وقناصه اعطلوا سطوح المنازل والمنطقه كلها، وسريع فتشوا دار اسد اجوا علينا هناك، اطلعونا منه، اطلع من المنطقه كلها، بعدنا 200 متر على بيت لابن عمي انا وبنتي هنادي صغيري واسد ابني، سالونا عن اولاد زوجة اسد واولاد اسد، قلنا لهم في بلد ثاني هذاك يعني بتروع اطفال صغار بدكم تيجوا، يعني بتوقع كل ليله تيجي تهدوا، مشتتين احنا، فبقول لي انت ليش هان؟ قلت له وين انا بدي اكون يعني؟ قال لي يعني مش بيتك هذا، قلت له هاي البيوت كلها الي وانا دمرت بيوتي كلياتها، وين اروح؟ فجروا كل شيء هناك ما خلوش الا العمدان،